فري فلسطين، فري فلسطين، فري فلسطين، فري فلسطين. صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ويرفض الاحتفال. نجم ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح القياسية، سعيد لأنه في فريقنا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ويرفض الاحتفال. سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-0 على ضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد أشلي يونغ. وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75، حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وأضاف: ما يقدمه محمد صلاح أمر رائع للغاية، والأرقام جنونية، لن يتوقف أبدا، هذه هي طبيعته، وهذا رائع حقا بالنسبة لنا. نجم ليفربول يتغنى.